اهلا وسهلا فيك. بدنا تفاؤلك باول السنه ينعاد عليك. مساء الخير. عندي ازمه بهالقصه، مين ما كان بتلاقى فيه بالطريق او هيدا دخيلك يا استاذ اعطينا خبر حلو. خي مش انا بجيب الخبر الحلو، انا بصنع الخبر، يعني انا بالكاد بقدر سامع غيري يعني مش انا، مش من عندي، روحوا على السياسه، روحوا على العالم، شو مش من عندي. طيب هلا بكل الحال النتيجه شو؟ كل سنه والجميع بخير. هلا اذا كانت 2020 مثل 2019 كارثه، يعني بعتقد هيديك البدايات وهلا التتمه، بعتقد هيك ما في الامور المنطقيه عمليا. شوف اول شيء قبل ما نحكي عن الحكومه، بس بدك تعطيني هامش بسيط، يعني من دون التعرض لا للقضاء ولا للدكتور فؤاد ايوب رئيس الجمعيه اللبنانيه، اللي حصل اليوم بعتقد قضائيا من قبل الهيئه الاتهاميه بحق الدكتور عصام خليفي، مذكرة أو تصدير مذكرة إلقاء قبض، مش معناها بالأطول ليلي لا، بس أنه بحد ذاتها أنا بعتقد أنه شوي فيها تخطي لأمور عديدة أهمها رمزية الدكتور عصام خليفي ونضاله وكفاحه نضاله من حركة الوعي إلى دفاعه عن الجامعة اللبنانية إلى تاريخ لبنان ودفاعه عن الحدود إلى الحركة السقفية بأنطلياس إلى كمان بقائه يعني بال87. ما ننسى الدكتور خليفي مع المظاهرات طبعا الاتحاد العمالي العام رفض تقسيم لبنان وكانوا في سبيل الدفاع عن الحرية والسيادة وعن لقمة الناس بالتالي أنا بعتقد نزاهته لعصام خليفي تكفي بغض النظر عن اي حيثيات، وبرجع بقول لا قضاء ولا كرامه الدكتور فؤاد ايوب رئيس الجامعه، بغض النظر عن هي بعتقد في اساليب وطرق اخرى للتعاطي مع هذا الموضوع من دون ما نتعرض لرموز عن جد من ايام الحركه الطلابيه لليوم بكل نضاله. هلا بالنسبه للحكومه، لعلمتنا التجارب السابقه انه دائما ننطر ما نتفائل كتير قبل ما ننطر صدور المراسيم ونشوف المراسيم تنتأكد الحقيقة، هاي التجارب هيك علمتنا. لكن المعطيات الأخيرة حسب ما تجمعت وفي مجموعة معلومات كانت موزعة على معظم وسائل إعلام الليلي بتقول بخلاصتها، يعني حتى ما كتير نطول، بخلاصتها أنه خلال يومين أو ثلاثة بعتقد أنه الأمور بتاخد مسارها الطبيعي وتعلن الحكومة، لأنه مجموع العقد ما كانوا يسمى بالعقد حلت، العقد السنية يبدو أنه انحسمت مع أنه الرئيس عبر القاضي فوزي أدهم يبدو بس عم بيجي كتير مداخلات على السوشيال ميديا ضد فوزي أدهم هيدا ملفات قضائية أو نقشوها فيما بعد. أنا عم بقول لك يعني شو لهي، علما أنه كمان بوزارة الاتصالات كان عم بفضل أو كمان بالوزير الرئيس الدياب عم بفضل أنه يكون في امرأة، بعد يبدو أنه الكوتا النسائية قليلة بالحكومة كان بدو إياها أكبر. الموضوع السني يبدو شبه محسوم، الموضوع الدرزي انحسم للدكتور رمزي مشرفية ويبدو انه يعني عمليا رايحين 18 وزير مش 20 18 وزير، لكن بتنحل العقد الدرزيه يبدو بانه ينعطى او يندمج وزارتين او ينعطى حقيبتين. هلا الخلاف اي حقيبه شؤون اجتماعيه او غيرها بيئه او يعني بالموضوع التيار المردى كمان محسوم الوضع. لمين محسوم موضوع ما بدي انا اذكر اسماء الحياة، بس عم بقول انه محلول الموضوع الشيعي محلول على مستوى الحقائب وتوزيع الحقائب على مستوى كمان الاسماء ايضا. فاذا 18 ما في ولا وزير من الوزراء السابقين عائدين، توزيع الحقائب السيادية كما كان عليه بالحكومة السابقة كمان مستمر، يعني اذا الداخلية للسنة اذا الخارجية للموارد طبعا. هلا بيبقى في، برجع بقول في بعض الحقائب من شان ترتيب الاسماء على الحقائب، كما انه حقيبة الخارجية مصر التيار الوطني الحر انه هو يكون له الدور الاكبر بالتسمية فيها، رغم انه كان الرئيس حسان الدياب وعد بكل الحالات. بكل الحالات اذا بتمشي الامور افتكر انه ما كتير بتتأخر. لكن طيب بس عمليا حكومة اخصائيين ام تكنو سياسية، ناس لحق تعرف أنا عمليا احنا عشو رايحين؟ انا ما بدي فوت بهيدي التسميات لانه حكينا كتير شو يعني مستقل وشو يعني تكنو سياسي، بس عمليا يعني الكتل السياسية والاطراف السياسية هن سموا ممثلين عال مين بدو يسميهم، يعني اخر شيء شو المريم العذراء يعني او روح القدس اللي اشتغل مريم العذراء، انه في حدا بدو يسمي، انا ما عم بقول يعني اخر شيء بنسبة الميلاد. هلا انا مش يعني بحب كثير الشباب والشعارات وكثير حلو عظيم، بس في واقع بدنا نتعاطى معه. هلا السؤال كيف المجتمع الدولي والقوى السياسية الأخرى رح تتعاطى معه؟ هل المجتمع الدولي رح يعتبر هذه حكومة من لون واحد ويتعاطى مع هذا الأساس؟ أنا لا أعلم.
الحراك وبكل يعني مكوناته، كيف رح يتعاطى مع هذه الحقوة، شو إمكانية شغله على الأرض. الرئيس سعد الحريري قديش كذلك الأمر للنائب وليد جملاق والدكتور جعجع بطبيعة الحال قديش رح يكون حجم معارضتهم إن كان بالمجلس أو خارج المجلس. بعدين التحدي كمان البيان الوزاري، هل رح يتضمن كمان كلام سياسي ونرجع للمعادلة السابقة اللي هي شعب وجيش ومقاومة، أو رح كمان نتجنب أو نخترع نتجنب أو لاقي صيغة أخرى. بعدين برنامجها، هل انه البرنامج واضح وقائم والرئيس المكلف يلي ممكن يشكل هذه الحكومة عنده خطة للتعاطي مع الموضوع المالي والنقدي والاقتصادي، هو جاهز يتعاطى او يطلب دعم البنك الدولي او مؤتمر سادر سيكون قائما، الفرنسيين وحدهم بكفوا، السعوديين ما بعرف شو بيعملوا، الامريكيين كمان خارج المشهد، بالاضافة الى العقد اللي سجدت اليوم بموضوع سادر اللي هو بدنا ننطر شوف الموقف الياباني يلي هو أساسي بمؤتمر سادر وأساسي بمشاريع إنمائية عديدة بلبنان، لأنه اليابانيين مش عارفين بعد موقفهم من موضوع الملف المسجد اللي هو كارلوس سوسن. لكن أبعد كمان من كل هذا المشهد يلي عم نشوفه، بالواقع نحن عم نشوف ولادة لبنان آخر، لا رح أقول جديد ولا قديم، لبنان آخر قائم فجأة نتيجة تراكمات عديدة. لا، نحن أمام مشهد بعد 17 شرين، أمام لبنان آخر نحن ما بنعرفه، لكن على الأكيد مش مثل القديم، مش مثل السابق بنواحي عديدة. أولا نحن مبدئيا صار في انقلاب عنا بالنظام النقدي التقليدي اللي كان قائم على حرية التحويل وحرية التحويل والنقد وكل هيدا، وكان لبنان ملاذ آمن، وهيدا اللي عمل جزء كبير من يعني حجمه المالي والاقتصادي من قبل الحرب وبعد الحرب. هاي تغير نتيجة القيود اللي عم نشوفها، وبعتقد النقطة الأساسية والجوهرية هي استعادة الثقة. ما حدا بعتقد اليوم رح يرجع يحط مصاري بلبنان أو نقدر نستقطب ودائع لحتى نقدر ننمي اقتصادنا أو نعمل استثمارات أو على الأقل نسكر العجز بزنة بدك الفوعة. سنين تعمل بلد أب جديد. تانيا مع الأسف النظام المصرفي مهدد، وهذا مش عم بقوله لخوف الناس على ودائعة، هذا مش اختصاصي، يلي بده يطمن بيطمن ويلي عم بيعمل حفلات تهويل هو بيتحمل مسؤولية كلامه. لكن في شيء ثابت وأكيد أنه النظام المصرفي مهدد، وما بدي أنا حمل هلأ أبدا مسؤولية للناس يلي هني مزعورين، لأنه إلهم حق يقولوا أنه لا، مثل ما عم نشوف في جفاف بالسيولة، كل واحد بده يخلص حاله، لأنه عندما تستحيل المصائر الجماعية كل إنسان بده يلحق حاله، خصوصا أنه ما في مرجعية لحد هذه اللحظة، متروك الأمر على ترتيبات بين مصرف لبنان والمصارف. لكن أنا بدي أقول أنه النظام المصرفي كمان نحن بشكل أو بآخر نحن عم ننتحر وعم ننحر حالنا فيها. ليه؟ تعرف أنه المصرف شو بيعمل؟ المصرف عادةً بياخد وديعة بيحطها بيشغلها بيستثمرها بيعمل أرباح بيوزع فوائد وبيرجع بيدور هذه الأموال بإطار الاقتصاد الوطني، وهذا كان دور تاريخي للمصارف اللبنانية. لكن لما بيصير المصرف حاليا كناية عن ATM أو صندوقة منروح عليها بدنا كل يوم سيولي وليكيد وغيره، آخر شيء هيدا خزان بده يفضى من نهاية المطاف. صحيح. لأنه في حركة باتجاه واحد، الناس بتاخد مصاري بس ما حدا عم بيحط مصاري، مش هيك؟ فإذا نسبة السيولة المعروفة بالعالم كله أنه تحديدا يعني إذا عندك نسبة سيولة بأي مصرف بين 10 و12% يعني مقبول، نسبة السيولة بالمصارف اللبنانية كانت 18%. أما لما بيصير عندك من أيلول لليوم سحب يومي بهيدي الوتيرة أو كاش بتحطهم البيت أو طبعا لما بينحكى أسبوع الماضي بلجنة المال والموازنة بعد أرقام أنه في 6 مليار دولار بالبيوت، شو بده يبقى للمصرف ليقدر يشتغل؟ وراح نشوفه إشكالاته. بعدين بدي أقول لك أنه إذا بدنا نقارن مع مصرف واحد سنة 66 اللي هو مصرف إنترا، لما شو كانت هجموا كل الناس عليه وسحبوا كل السيولة من عنده، اضطر انه يستعين بمصرف لبنان، اعانوا بمرحلة معينة لقاء سندات دين وسكوك ان وضعت، رغم ذلك ما قدر ضاين. بعدها شو صار؟ نهار المصرف طبعا، لكن الاهم من هيك كر معه طبعا، راح معه مصارف، لكن ما عاد في ثقة بالمصارف اللبنانية، وخصوصا لما طلع وقت قانون سنة 67 بيقول انه ممنوع بقى
اعطاء رخص لانشاء مصارف لبنانيه على 10 سنوات. شو صار بهذه المرحله؟ فاتوا المصارف الاجنبيه وصارت المصارف اللبنانيه كتير محدوده، واجت المصارف الاجنبيه اخذت معظم الودائع وخصوصا ودائع العرب والنفط يلي كان بالذروه. ثالث شغله اللي تغير بلبنان هو النظام الاقتصادي مع الاسف. يعني اليوم نحن كنا عايشين ببيئه عربيه وبيئه معينه، كان عندنا حوافز نقدر نقدمها للناس من السياحة للاقتصاد للطبابة للمستشفيات للجامعات لكل هاي. حاليا نحن عم نفقدها كتير وعم تنتقل للخليج. ومبارح نحن عم نشوف بالرياض في بولفار الرياض لقينا كل المطاعم اللبنانية هونيك نقلت، وبالتالي عم تعطي حوافز للآخر. طبعا يعني كل هذه الـ مش بس الحوافز، الميزات التفاضلية التي كان يتمتع بها لبنان عم نفقدها شوي شوي لاعتبارات جيوبوليتيك ولاعتبارات أيضا سياسية داخلية. إلى بعدين عنا تغيير مجتمعي مع الأسف عم نتطلع، ومش مع الأسف، خليني أقول أنه أنا وقت ما شفت الثورة انطلقت عم شوف شرائح اجتماعية جديدة بتبلش من الأستاذ يلي عم بيقول بده دولة مدنية رياض بتخلص بعدين بحركات مذهبية على الأرض في مجتمع جديد نحن ما عم يعني نكتشفه. عم نكتشفه بالإضافة للناس اللي رافضة كل هذا المجتمع ومتعلمة بالغرب وظهرت لبرا وما بقدر ترجع. بالتالي بدنا نقعد نعمل دراسة جديدة لهذا المجتمع. صحيح. على المستوى السياسي كمان النظام السياسي عنا عم بيتغير عمليا. إذا بدنا نحكي بشكل جدي نظام الطائف طار، بيئته الإقليمية تغيرت تماما. صحيح. سعودي سوري كل موازين قوى، وبيئته الداخلية أيضا تغيرت بالممارسة وبيناتهم اللي عم يحكي السؤال اللي عم تطرحه لماذا أنه أعطي يا رفيق سعد الحريري ما أو حسن الدياب ما لم يعطى سعد الحريري، في question أو في السؤال كتير كبير حول مستقبل ومصير الحريرية السياسية التي جاءت مع اتفاق الطائف نتيجة توافق سعودي سوري أمريكي. حاليا ما هو الوضع؟ والبيئة الإقليمية الكبرى اللي هو أكبر عم نشوف عودة أمبراطوريات إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى اللي هن الأتراك التركي العثماني. مبارح عم بيقول أردوغان أنه هو بالترسيم البحري اللي الاتفاقية الترسيم اللي صار بينه وبين ليبيا والاتفاق العسكري الاستراتيجي مع ليبيا، هو عم بيقول أنا عم بلغي اتفاقية سافر. اتفاقية سافر يلي بعدين تعدلت بـ 23 باتفاقية لوزان بعد حركة مصطفى كمال أتاتورك. عم شوف أنه التركي كأمبراطورية عم بيرجع مش بس بدول أوروبا الوسطى لكن بالمتوسط عم بياخد المدى، له قواعد بالصومال بقطر بسوريا بالعراق وله حضور وين ما كان، وكان عشوائي رح يصير له حضور بالسودان وهلأ بليبيا مع الدخول العسكري. عم نشوف إيران صحيح أنه عم تتمدد كأمبراطورية عندها امتداد شيعي ولكن هي أمبراطورية إيرانية تاريخية. عم نشوف روسيا يلي كانت جزء من اتفاقية سايس بيكو، هذه روسيا اللي كانت بدأت توصل لنص اسطنبول بالاتفاقية ظهرت منها نتيجة الثورة البولشفية، اليوم عم نشوف الروس يعني عندك تبدل خارطة بكاملة تبدل كامل. بهذا المشهد كله سوا نحن بعتقد ما حدا باله فينا، مشان هيك يمكن يكون عندها حكومة حسان دياب عندها فرصة انه تقطع المرحلة لانه ما حدا باله بالبلد خصوصا بسنة انتخابات رئاسية امريكية. حتى بالمواجهة الإيرانية الأمريكية اللي مبينة بالعراق في إلى ضوابط كما يبدو نتيجة اللي شفناه مبارح، انسحبوا المتظاهرين تبع الحش الشعبي من قدام السفارة، الأمريكيين استعملوا ما يسمى البرادو فير، جابوا عسكر قالوا ما حدا بيقرب، والرئيس روحاني أبدأ عن جديد حرصوا على أنه في إمكانية حوار مع أمريكا. وبالتالي لحد هذه اللحظة حتى المواجهة إلى ضوابط بيبقى في شغلة واحدة فقط بتخوف بلبنان، الكلام يلي قاله رئيس الأركان الإسرائيلي نصب إليه اليوم عن أنه يجب أن نعمل هدنة واتفاق مع حماس وهو قيد التحقق للتفرغ للجبهة الشمالية مع لبنان، لأنه حزب الله وأيضا داعمين الإيرانيين عم بيتمددوا. هيدا بده بحث وتدقيق، إضافة إلى المخاوف الأردنية اللي عبر عنها اليوم بمقاله وزير الخارجية الأردني السابق مروان المعشر عن العودة إلى الكلام عن الوطن الفلسطيني البديل بالأردن، وفي مخاوف حقيقية. يعني عندنا الجبهة الفلسطينية من جديد هي تحت المجهر. جورج غانم شكرا لك.